السلام عليكم ورحمة الله. هونداي اكسنت، فحصنا السيارة وشوفوا الأكواد اللي طلعت لنا. في خلل في التوقيت. أول شيء طبعاً العميل تو اشترى السيارة، لما تجي تفتح السويتش لمبة ماكينة ما في، يعني مغطين على لمبة الماكينة عشان ما ينتبه أن السيارة فيها خلل. فحصنا كهربة السيارة، أقصد فيها كهربة حساسات الكامشافت وال VVT سولونويد أو الصمام الخاص بنظام الفيربل فالف تايمينج، لقيناه سليم 100%. قررنا أنه الخلل داخل المحرك. بمجرد فكينا غطى البلوف، بوريكم المفاجأة. شوفوا المفاجأة كيف وضع المحرك من الداخل. هذا غطى البلوف، شوفوا كيف من الداخل وضع المحرك سيء جدا، أوساخ ومهتري، تغيير زيت مغشوش، زيوت مغشوشة وما يغيرونه بانتظام، فوضع المحرك من الداخل سيء جدا. لذلك يا جماعة نصيحة، تشتري سيارة لا تتكل، افحص السيارة عند ميكانيكي خبير وتأكد من السيارة وافحصها بالكمبيوتر وتأكد من كل شيء قبل تشتري السيارة. كلمة تصفط للمستخدم واتكل وما فيها شيء لا تصدقونها.